20 يناير وما بعد الموجة الثانية 30/6 الحقيقة بنمر بأصعب فترات على القيم والمكتسبات اللي خرجنا بيها من ثورة 25 يناير. فلا توجد أي تظاهرة إلا ويعقبها استخدام للقوى من قبل قوات الأمن أو بلطجية تحت رعاية قوات الأمن وإلقاء القبض على العديد من المتظاهرين والزج بهم في السجون واستهداف العديد من الوجوه المعروفة بشباب الثورة تحت رعاية قانون التظاهر. وفي رسالة واضحة من أن هذا القانون ما هو إلا إجراء من ضمن إجراءات تقوم بها السلطة لمحاولة منع وحظر أي أصوات مناهضة لسياستها المبنية على القتل والحظر لكل مواردها، فإن الأحزاب والحركات الموقعة أثناه إذ تطالب بإلغاء هذا القانون الذي يحظر التظاهر الذي جاء بالحكومة الحالية على رأس السلطة وتطالب بالإفراج عن كافة سجناء الرأي داخل السجون. عايزين نأكد مؤتمر، عايزين نأكد على المسيرة اللي هتتحرك الساعة 5 من مترو الأهرام الجديد للاتحادية. عايزين نأكد على إن يوم السبت هو اليوم العالمي للتضامن مع سجناء الرأي ومعتقلي الرأي، وهيبقى فيه وقفات أمام